رمضان حبيبي قد عاد وحنين الروح له زاد. رمضان صباحك زينب، كيفك اليوم؟ منيحة تمام، إن شاء الله يمر هاليوم على خير، وخاصة للصايمين فرح. من نقول صباح الخير لكل مين انضم لرحلتنا الصباحية لليوم. إن شاء الله هاليوم يحملكم الصبر، الانفراج، وهداوة البال، والصحة اللي هي أهم شيء. أكيد بنتمنى لكم يكون اليوم في إفطار هيك مقبول، صيام مقبول، وافطار شهي مع العائله والاجواء الرمضانيه الجميله. نحن كمان عم نحاول نقدم لكم جانب منا ببرنامجنا الصباحي بحلقات خاصه بشهر رمضان عبر ضيوف اخصائيين من عده مجالات، اضافه لعده اخبار رمضانيه من المحافظات السوريه وايضا من العالم. بجدد التحيه على فرح، يسعد صباحك عن جديد. صباحك مره ثانيه زينب، وصباح الخير لكل المشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كانوا عم بيتابعونا بشهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. إن شاء الله يا رب يكون شهر الانفراجات على كل الناس، وما بعد الصبر إلا الفرج القريب. ساعة ونص من الوقت رح نكون معكم مع ضيوف اختصاصيين، ونحاول دائما يكون عندنا أفكار جديدة، ونحيط بأفكار بآخر الأخبار على مستوى المحافظات. الصحة الجسدية والنفسية خاصة بهذا الشهر رح يكون لها وقفة كتير مميزة عند فاصل صغير ومنبدأ.
اما هلا بدنا نروح ونشوف شو تسجل من احداث وتواريخ عديده بتقرير ذاكره الايام. اليوم 21 نيسان، كثير من الاحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1960 افتتاح مدينة برازيليا كعاصمة للبرازيل. بعام 1961 محاولة الإطاحة بالرئيس الفرنسي شارل ديغول في انقلاب الجزائر. بعام 2009 إطلاق المكتبة الرقمية العالمية التابعة لليونسكو. بعام 2015 قطار جي آر ماغليف الياباني يسجل سرعة مقدارها 603 كيلومترات في الساعة، محطما بذلك الرقم القياسي العالمي كأسرع قطار في العالم. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1910 فريد الأطرش مغني سوري، وبعام 1915 أنتوني كوين ممثل أمريكي. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1965 إدوارد فيكتور، عالم فيزياء إنجليزي وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء بعام 1947. وبعام 1997 سيد مكاوي ملحن مصري. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. نهاركم سعيد. الأخبار نوع زينب فمن تابعة بالتقرير التالي. بداية أخبارنا المنوعة لليوم من فلوريدا، حيث أظهرت لقطات من الولايات المتحدة هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة قديمة على سطح البحر أثناء عرض جوي في بلدة بولاية فلوريدا. دشنت سلطات بلدية بجنوب غرب الصين أول نظام نقل بالسكك الحديدية عبر قطارات ذاتية القيادة، وطورت شركة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة نظام سكاي شاتل للنقل بالسكك الحديدية الذي يشتمل على الطاقة الكهربائية والقيادة الذاتية من دون سائق على طول مسار سكة حديد معلقة بطول 15 كيلومتراً. نظمت عملية خاصة باستخدام جرار لسحب حافلة غمرتها المياه جراء فيضان نهر أوياش في روسيا، وتظهر اللقطات ركاب الحافلة المنكوبة وهي مملوءة بالمياه مما أجبرهم على الصعود إلى المقاعد.
اما هلا اولى فقراتنا رح تكون مخصصه للجانب الطبي فرح، ورح نحكي عن موضوع دائما بننسال عنه او حتى الاطباء دائما في استشارات عنه، وهن مرضى السكري او القلب. هل يصح الصيام لهؤلاء المرضى؟ وكيف ممكن يتناولوا الادويه وينظموا وقتهم بشهر رمضان؟ قبل ما نحكي مع ضيفنا الدكتور بالاستوديو، لكن بنروح اول شيء نشوف الماده التاليه بنرجع بنساله عن التفاصيل. يشهد شهر رمضان حدوث تغييرات كبيرة في العادات ونمط الحياة والمعيشة، فتصبح الوجبات الرئيسية اثنتين بدل من ثلاثة، ويتغير محتواها أيضاً من الأنواع الدسمة والعالية الدهون التي تعود عليها الكثيرون طوال السنة إلى وجبات خفيفة معظمها من السوائل. وتخضع ساعات النوم هي الأخرى لبعض التغيير، وكذلك ساعات العمل وطبيعته. ولكن هذه التغييرات تأثيرها الإيجابي على الصحة سواء للإنسان السليم أو المريض بأحد الأمراض المزمنة. وإجمالاً فإن جميع الأبحاث العلمية قد أثبتت أن الصوم يساعد على ثبات الصحة بتخليص الجسم من الدهنيات الزائدة وتخفيض معدل الكوليسترول الذي يعانون من ارتفاعه، وكذلك يخفض مستوى الأملاح في الدم. ومع حلول شهر الصوم من كل عام، يتساءل كثير من المصابين بأمراض مزمنة عما إذا كان بإمكانهم الصيام أم يجب عليهم الإفطار كجزء من علاجهم أو تخوفهم من إصاباتهم بمضاعفات مرضية قد تودي بحياتهم. ويأتي في مقدمة هؤلاء المرضى المصابون بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي وغيرهم. لنتعرف أكثر على هذا الموضوع معنا الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي في الأمراض الداخلية وأمراض القلب. زينب، مثل ما تابعنا بالتقرير أسئلة كثير واستشارات حول مرضى القلب والسكري، هل يمكن الصوم ومتى يمتنع مرضى القلب والسكري عن الصوم بشكل قطعي؟ هي الأسئلة رح يجاوبنا عنها دكتور حسن إبراهيم الأختصاصي بأمراض الداخلية وأمراض القلب. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا، وشان رمضان مبارك علينا وعليكم رمضان جميعا. كريم. رمضان كريم علينا وعلى كل السوريين وعليك دكتور. يعني عم نحكي عن أهمية الصوم لمرضى السكري والقلب، السؤال الشائع جدا، فينا نصوم أو ما فينا نصوم؟ كيف ناخذ الأدوية؟ هل هناك جانب إيجابي من صوم مرضى السكري والقلب؟ في أشياء مهمة ممكن أنه تأثر بالصيام على هؤلاء المرضى؟ بشكل عام هو الصوم يعني صحة للجسد، في صحة وفي فوائد كبيرة للجسم. من خلال الصوم نحن بتتغير عادات الغذاء، بقل مقدار الأكل، لازم نحن نتجنب فيه الأطعمة ذات المهدرجة يلي فيها دسم ودهون عالية جدا، وبالتالي الصوم يساهم في إنقاص وزن الجسم وخاصة عند الناس البدينين، في إعادة برمجة الجسم بطريقة صحية جيدة، في محاولة التخلص من الدهون والدسم المكدسة ضمن الجسم، حتى في محاولة تقوية المناعة. وهذا موضوع يعني معقد، لكن لا شك أنه في عليه دراسات تثبت بأنه هو بيقوي المناعة وله فوائد صحية رائعة جدا. وبالمقابل وبنفس الوقت كمان الصوم يحمل فائدة كبيرة للمرضى المصابين بأمراض القلب والمرضى المصابين بالداء السكري، لأنه هو نوع من الحميات التي تحد دون ارتفاع سكر الدم. لكن هل كل المرضى اللي عندهم أمراض قلبية هن قادرين على الصوم؟ أكيد لا. هل كل المرضى المصابين بالداء السكري؟ أكيد لا. أول شيء خلينا نشوف مرضى السكري. كل مرضى السكري يلي عم يتناولوا أنسولين أو عم يتناولوا أدوية تخفض سكر الدم وخاصة مركبات السلفونيل يوريا، هن هدول ممنوعين من الصوم. القاعدة أنهم ممنوعين من الصوم وما بيصير يصوموا، وذلك تجنبا لحدوث نوب نقص سكر أو فقد وعي وخاصة بعد منتصف النهار. هلأ هدول المرضى كل واحد بده استشارة خاصة فيه.
إذا كان المريض مصر على الصيام وعنده داء سكري، بشكل عام كل المرضى اللي عم يتناولوا أكثر من جرعتين أنسولين ممنوع يصوموا قولا واحدا. اللي سكاكرهم غير مضبوطة وتتجاوز ال 300 ميلي جرام، أو في عندهم اختلاطات للداء السكري مثل اعتلال الشبكية السكري، اعتلال الكلية السكري، اعتلال الأعصاب السكري، هدول كل المرضى اللي عندهم داء سكري وعندهم اختلاطات بسبب الداء السكري هن ممنوعين من الصيام قولا واحدا، وخاصة اعتلال الكلية السكري اللي بتكون أرقام الكرياتينين عندهم مرتفعة، أو حتى لو كانت أرقام الكرياتينين طبيعية فهدول أصلا هن عندهم اعتلال كلية سكري والكلية ما عم تشتغل مزبوط، فنحن لما نحرمهم من السوائل مدة لا تقل عن 12 ل 14 أو 16 ساعة رح يصير عندهم تجفاف وتتأذى الكلية بشكل واضح. المرضى اللي هن سكاكرهم ما هي مضبوطه وغالبا يعني في ارتفاع وانخفاض او مروا بحماض خلوني سكري خلال الشهرين السابقات، هدول هن المرضى ممنوعين من السكري. نعم. مين هن المرضى السكري اللي ممكن يصوموا؟ كل مرضى السكري اللي هن تايب 2 او النمط الثاني من الداء السكري اللي هن كبار بالعمر وما عندهم اي مشاكل وعم يتناولوا الادويه المنظمه للسكر مثل الميتفورمين او مثل الدي بي بي 4 اللي هن السيتاجليبتين والفيلداجليبتين او الامباجليفلوزين، هن مجموعه ثانيه من الادويه، هدول المرضى كلهم ممكن يصوموا بدون اي مشاكل بشرط ما يكونوا عم يتناولوا معها الادويه سلفونيليوريا. هلا لما يصر المريض، في ناس مصرين وعندهم قناعات معينه وهن بيحاولوا بدهم يعني يكسبوا هالشهر الفضيل ومصرين انه يصوموا، فلازم ما يصوموا الا ما يستشيروا الطبيب. تمام. يمكن رح تتغير برنامج اعطاء الادويه، رح يتغير نوعيه الاكل، رح نعلمهم نحن شلون انه يصوموا بطريقه معينه بحيث ما يفوتوا بنوب نقص سكر، ولما واحدهم يبلش يحس باعراض فقد نقص سكر يعني يبلشوا ايديه يرجف ويصير عنده خفقان وطرقه قلبه وتعرق خفيف، لازم يفطر وما يكمل صيامه نهائيا. تمام. هلا بنرجع للمرضى القلبيين. كل المرضى القلبيين يعني ممكن يصوموا باستثناء المرضى يلي عندهم أعراض أو المرضى يلي عندهم أزمات قلبية حادة. على سبيل المثال مرضى احتشاء العضلة القلبية، كل مريض احتشاء عضلة قلبية حادة أو خناق صدر غير مستقر هذا ممنوع من الصيام قولا واحدا، وإذا كان هو مرأ بأزمة قلبية حادة كاحتشاء العضلة القلبية على الأقل العضلة لحتى تترمم بدها وقت. فإذا كان المريض ما عنده آلام خناقية ومر لا يقل عن شهر او شهرين على احتشاء العضله القلبيه، ممكن نحن نخليه يصوم بشرط انه نكون نحن مقيمين حالته بشكل جيد. على سبيل المثال اذا كانت سواله قثره قلبيه وكان عنده تضيقات شديده بالشرايين، حتى لو ما كان عنده اعراض نحن ما بنخليه يصوم، لانه اذا في نقص سوائل وتجفاف شديد وفي عنده هو تضيقات ممكن لا قدر الله يصير خثار معه او تاهب للخثار اكثر من اللازم. ولذلك المرضى اللي عندهم داء اكليلي او احتشاءات وتضيقات بالشرايين هدول اذا كان نحن قررنا نخليهم يصوموا ممكن نميعلهم دمهم بشكل افضل، وهدول عاده ينصحوا بتناول كميه وافره من السوائل. هلا المرضى هدول اذا كان عندهم تضيقات شديده حتى لو كانوا غير عرضين هن ممنوعين من الصيام حتى تنحل مشكلتهم. هلا المرضى اللي هن اجروا على سبيل المثال توسيع للشرايين الاكليليه ونحط لهم شبكات، يفضل تجنب الصيام ولمدة لا تقل عن شهرين بعد أو ثلاثة شهور بعد عملية التوسيع. نحن بنخاف نتيجة نقص السوائل الكتير أنه يصير في عندهم خثار أو تأهب للخثار على الشبكات، أو أنه بدنا نميع دمهم مضبوط، أو يعني نحن دائما نضل في تحسب حفاظا على صحتهم. هلأ بشكل عام كل المرضى القلبيين الغير مستقرين أو اللي عندهم أعراض قلبية ممنوعين من الصيام قولا واحدا. فعلى سبيل المثال المرضى اللي مصابين بداء دسامي شديد، تضيق ابهري شديد او تضيق تاجي شديد او تضيق رئوي شديد او قصور تاجي شديد او قصور ابهري شديد، هذول المرضى اذا ما كانوا مستقرين وما عندهم اعراض، اذا كانوا غير مستقرين وعندهم اعراض هذول ممنوعين من الصيام قولا واحدا. المرضى اللي عندهم اعتلال عضلة قلبية توسعي شديد والوظيفة الانقباضية متدنية بشدة، وخاصة إذا كان في عندهم اضطرابات جهازية أخرى، هدول قولا واحدا ممنوعين من الصيام. طب مين هن المرضى اللي ممكن يصوموا؟
هن المرضى القلبيين اللي عندهم تضيقات خفيفة، المرضى اللي مستقرين ما عندهم أي أعراض، المرضى اللي أجري لهم توسيع ومر عليهم أكثر من 3-4-5 شهور وما عندهم أعراض ووضعهم ممتاز، ممكن يتقيموا. وأنا برأيي كل مريض هو بده يفكر يصوم المفروض ما يصوم إلا لحتى يستشير طبيبه. الصيام أحيانا قد يحمل خطر على صحة المريض. نعم، ودورنا كمان ننبه بنفس الوقت دكتور على مخاطر عدم استشارة الطبيب أو حتى التصرف بعشوائية. بعض الأخطاء الشائعة اللي بتشوفها كتير موجودة ومنتشرة خلال شهر رمضان الكريم، وخاصة لبعض الناس ممكن يلي بتكتر فيها المأكولات بدل ما تخف، لمرضى القلب والسكري. لا شك أنه مع الصيام لهدول المرضى سواء مرضى السكري أو مرضى القلب يجب توجيههم أو استشارة طبيبهم لحتى يقدر يساعدهم في أنه كيف يأكلوا وكيف ممكن يتناولوا وجباتهم. مو معقول أبداً أنه مريض السكري أول ما يقعد على الفطور يتناول كمية كبيرة من العصائر وكمية كبيرة من الحلويات، وهاللي راح تخلي له سكره يطير بشكل كبير جداً. هدول لهم توصيات خاصة، المفروض المريض يرتاح، يشرب له كاسة مي، ياكل له شيء 3 حبات تمر بس لحتى يبلش السكر يطلع شوي مسمح شوي. مسمح له بالتمر دكتور طبعًا مريض السكري؟ طبعا طبعا. بالعكس، نحن أسوأ شيء بالنسبة لمرضى السكري هي الحلويات اللي موجودة بالأسواق اللي فيها حلويات عالية وفيها دهون ودسم وزيوت مهدرجة. أما وممكن يتناول وجبة صغيرة بعدين يروح يرتاح شوي، يرجع بعدين يأكل وجبته الأساسية بشكل تدريجي، وممكن هدول نسوي لهم أكثر من وجبة مثلا من خلال بين الفطور والسحور. يعني ممنوع ناكل دغري وجبة كبيرة أو دغري وجبة سكر بكميات، أكيد رح تساوي خطر كبير. بعدين حتى هالوجبة الكبيرة رح تعملنا ارتفاع شديد في سكر الدم غير ممكن ضبطه. وحتى هدول يعني لحتى نضبطهم هدول بدهم توصية معينة كيف بدهم ينضبطوا بالأنسولين السريع قبل الوجبة إذا كانوا عم ياخذوا أنسولين. أنا قلت فقرة يعني كتير مهمة، كل مرضى السكري اللي عم يتناول أنسولين القاعدة هن ممنوعين من الصيام، وإذا قرروا الصيام فلازم نحن نشوف، لازم هن يشوفوا طبيبهم لحتى يفهمهم شلون ياخذوا الأنسولين وشلون ياخذوا أو شلون يقدروا يصوموا أو شلون بدهم يتناولوا وجباتهم. هلا حتى الوجبة الدسمة والكبيرة هي عبء كبير على العضلة القلبية، المريض اللي عنده قصور قلب أو اللي عنده خناق غير مستقر، وخاصة إذا كانت الوجبة عالية الدهون والدسم والزفر لا شك أنه تحمل مخاطر كبيرة على المرضى القلبيين، ولذلك هدول يجب أن ينصحوا بالتدرج بالوجبات وتكون الوجبات صغيرة وممكن تكون متعددة لحتى يقدر الإنسان يتأقلم معها بشكل جيد. نعم دكتور، طيب المرضى اللي عم يتناولوا أدوية، يعني معروف مرضى السكري والقلب عندهم أدوية معينة، إذا بحال صاموا كيف ممكن يتناول الأدوية ينظموها؟ المرضى يلي عندهم أمراض قلبية أو عندهم داء سكري وفي عندهم تعدد في جرعات الأدوية هدول ممنوعين من الصيام، ما بيصير يصوموا لأنه هذا المريض لازم يأخذ دواء، وإذا ما أخذ دواء يعني ممكن إحنا يصير عندنا مشكلة معينة صحية. لكن بشكل عام كل المرضى المستقرين نحن ممكن نبدل لهم أدويتهم أثناء الصيام بأدوية مشابهة تماما، بحيث هالأدوية تقدر تغطينا الـ 24 ساعة، خاصة مرضى الضغط على سبيل المثال. في أنا ممكن أعالجه للمريض بدواء ضغط يعني لازم ياخده على عدة جرعات في اليوم، أنا بحاول أتجنب هالأدوية هي وأقدر أنه أقلب له دواء على سبيل المثال لدواء بيقدر ياخده جرعة واحدة قبل الفطور مثلا مساء، بحيث هالجرعة هي تغطي الـ 24 ساعة. إذن إعادة برمجة الأدوية وجرعات الأدوية تحتاج إلى نظام معين أثناء الصيام، بحيث نحن نتناول الأدوية التي ممكن تناولها بطريقة جرعة واحدة يوميا وتجنب الأدوية التي يمكن أعطائها في عدة جرعات. هلأ في مرضى بيتناولوا أدوية معينة، هدول المفروض يعني ما يصوموا، خاصة اللي عم ياخذوا كميات كبيرة من المدرات وعم يتعرضوا للتجفاف هدول ما بيصير يصوموا. في أدوية ضرورية جدا لازم تنعطى خلال الـ 24 ساعة وبشكل منتظم، هدول المرضى يمكن تجنب الصيام أو الأفضل تجنب الصيام عندهم. على كل الأحوال كل المرضى يلي عم يتناولوا أكثر من دواء أو أكثر من دوائين، في مرضى بياخذوا مثلا 6 أو 7 أو 8 أدوية، هدول المرضى لازم تتبرمج أدويتهم على الفطور وعلى السحور، اللي عم ياخذوا جرعتين ممكن ياخذوا على الإفطار وعلى السحور، المرضى يلي عم ياخذوا جرعة واحدة ممكن تتبرمج مثلا المساء، المرضى يلي بياخذوا أكثر من 3 جرعات من دواء معين يفضل استبدال هالدواء بدواء وحيد
ممكن ينعطى خلال جرعة واحدة، بحيث هالجرعة هي تغطي لي مدة ال 24 ساعة. نعم. نعم. دكتور، بالنسبة لهدول المرضى اللي عندهم حالات خاصة ورفضت حضرتك وكثير من الأطباء الصيام نتيجة الخطر على صحتهم، في حال إصرارهم وقاموا بالصيام، خلينا نعرف شو الخطورة يلي ممكن تصير معهم؟ بشكل عام مرضى خناق الصدر غير المستقر، والمرضى اللي عندهم أزمات قلبية حادة، والمرضى اللي عرضيين ممكن تتفاقم الأزمات القلبية عندهم، ممكن يتعرضوا أكثر شيء لاحتشاء عضلي قلبية. المرضى اللي عندهم على سبيل المثال تضيقات في الشرايين السباتية اللي هي عم تروي الدماغ، وكان التضيق شديد، وهدول عم يتعرضوا لتجفاف ونقص كمية الوارد من السوائل، ممكن يتعرضوا لفالج أو لستروك أو لاحتشاء دماغي. المرضى اللي هن سكاكرهم ما هي مزبوطة وعم ياخذوا جرعات عالية من الأنسولين، هدول المرضى لهم أصلا طريقة حياة معينة، طريقة برنامج معين، خاصة المرضى اللي عم ياخذوا أكثر من جرعتين أنسولين. هذا المريض يعني وقت نحن بده يصوم وهو عم ياخذ أنسولين، وخاصة كمية الأنسولين أو جرعة الأنسولين عالية، والأنسولين عم يأثر على مدار ال 24 ساعة، هدول ممكن يفوتوا بنوب نقص سكر، وممكن يتعرضوا للحياة لفقد الحياة، يعني هدول ممكن يموتوا بنوبة نقص السكر. نوبة نقص السكر أحيانا تحمل خطورة كبيرة على حياة الإنسان، فهدول المفروض ما يصوموا قولا واحدا، وإذا هن بدهم يصوموا يعود الأمر أو يعني لقرار الطبيب، وإذا الطبيب قرر أنه هن ما يصوموا المفروض ما يعاندوا أبدا. أنا بعرف أنه طالما رب العالمين رخص للإنسان أنه هو ما يصوم، ليس على المريض حرج، وهو عنده مشاكل قلبية أو مشاكل يعني داء سكري مثلا غير مضبوط، وربنا أحله أنه يفطر، فهو ليش لحتى يكابر ويعاند؟ بالعكس، هذا الإنسان لما يلقي بنفسه إلى التهلكة هو يؤثم ولا يؤجر، هو عليه وزر، ورب العالمين يعني بده يحاسبه على معاندته للطبيب. فهو رب العالمين مو بحاجة للصيام أي إنسان منا، نحن إذا رب العالمين فرض الصيام إلنا لحتى نحن نستفيد منه كواجب صحي، ويمكن يكون في جانب روحي كمان أو جانب تربوي وأخلاقي، يعني الإنسان لما يصوم لا شك إنه هو عم يعرض نفسه للحياة الخشنة، لنمط معين من لحتى يتعود على يعني معاركة الصعاب. لكن لما الصيام يحمل خطر على الإنسان وهو بيكابر وبيعاند وبيصوم، فهو مخالف للأوامر رب العالمين ومخالف للسنة النبوية، وهو عم يلقي بنفسه إلى التهلكة، وهذا أنا يعني في تصوري يعني عليه وزر ولا يثاب على الصيام. نعم، خلينا نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة عند مرضى السكري والقلب وخاصة بفترة الصيام كمان، خلينا نردد نشدد عليها، لأنه دائما بيقولوا لك يلا بناكل قطعة حلو بناخذ بعدها حبة، بناكل مثلا كذا، فدائما في عندهم استثناءات، فخبرنا بالصيام بشكل عام، السكر يضبط لحالته المستقرة ولا إذا كثير زادوا بالنظام الغذائي ممكن يرجع يصير في مشكلة؟ هو المشكلة يعني انه الحبوب ما انت فيك تتحكمي فيها لتضبطي السكاكر بشكل جيد. كل الاختلاطات اللي ناتجة عن الداء السكري لها علاقة بعيار السكر بعد الوجبة، يعني لما يكون سكر بعد الوجبة بساعتين غير مضبوط وعالي جدا، هذا هو اللي بيساوي لنا اختلاطات، هذا هو اللي بيأثر على الأعصاب وبيأثر على الشرايين وبيأثر على الكلية وبيأثر على الجسم كله. لا شك أنه السكري هو مرض جهازي يؤثر على كل الجسم، فهي الاختلاطات تزداد بعدم ضبط السكر بعد الوجبة. أنا أتمنى يكون أنه في حبة سكر نقدر ناخدها بحيث مثلا تحرق لي كمية السكر يلي بعد الوجبة. كل خافضات السكر الفموية باستثناء الأدوية اللي عم تنظم السكر اللي أنا استثنيتهم قبل شوية، هدول المرضى بيقدروا يصوموا، اللي عم ياخذوا مثلا على سبيل المثال الاس جي ال بي 1 أو الدي بي بي 4 أو مركبات الميتفورمين، هدول الأدوية هن مجموعة كبيرة من الأدوية، وهي ما بتفوت المريض بنوبة نقص السكر. هلا المشكلة وين؟ بالأدوية الخافضة للسكر اللي بتحرض البنكرياس على إفراز الأنسولين، اللي هي مركبات السيلفينيل يوريا على سبيل المثال.
هدول يعني نحن ما بنقدر نعطي انا بدي اكل 10 قطع حلو، بدي اخذ لهم حبتين سكر لحتى ينزلوا لي اياهم، بقدر ما بيزبط هذا ابدا. ولذلك هذا خطا شائع انه انا باخذ والله حبتين سكر مشان اكل حلو. تمام. هلا ممكن هالشيء يزبط اكثر بالانسولين. كيف آلية عمل هي الحبوب دكتور؟ خلينا بس نوضح كيف آلية عمل هي الحبوب. اولا يعني كل الخافضات السكر الفمويه هي ما بتاثر تاثير اني يعني بمده قصيره مثلا ساعتين او ثلاثه اربعه، هي بتاثر على مدى اقل شيء 8 ساعات ل 24 ساعه. أوه. وبالتالي هالانسان يعني ما بيقدر اذا اكل وجبه كبيره او قطعه او كميه كبيره من الحلو رح يرتفع سكره بشكل جنوني، والحبه والحبتين غير قادرات على خفض او ضبط السكر هذا بشكل جيد. هلا هذا ممكن يصير على سبيل المثال بالانسولين، اذا مريض السكر اجى على باله بده ياكل حلو، دائما كل شيء ممنوع مرغوب. هلا ممكن انا اسمح له اول شيء في نوع من الحلو يلي بالاسبرتام، لكن لا شك انه هذا غالي جدا فما رح يقدروا المرضى اصلا يشتروه، يمكن هدول رفعوا للسكر بيكون اقل عاده. فانا اذا بده هو مصر انه ياكل حلو ممكن انا اعطيه الانسولين السريع يلي هو على سبيل المثال الاكترابيد او الهيمولين ار. وهدول اصلا هو تاثيره هذا للانسولين هذا ما بياثر لبعد ساعه لساعتين حتى يبلش يخفض السكر بشكل جيد. نعم. فممكن انا اعطي الى حد ما. هلا في لا شك انه في انواع معينه من المشابهات الانسولين يعني مثل النوفو ربد على سبيل المثال، هذا بقدر انا اعطيه الجرعه وخليه ياكل الحلو راسا بعدها، وهذا يعني ذروه تاثير الانسولين هذا يعني خلال نص ساعه لساعه، وبالتالي ممكن انا اسمح له للمريض ياكل، لكن ضمن يعني هو المريض بده يكون متفهم لمرضه ولاليه عمل كل دواء لحتى يقدر يضبط سكره بشكل جيد. فهو جاي على باله ياكل حلو بيقدر ياخذ جرعه النوفو ربد اللي هو قليل ببلدنا ما في منه كثير، ويقدر ياكل بعدها دغري قطعه الحلو بحيث تتناسب وانا بدي اضبط له سكره. بعدين بشكل عام كل مرضى السكري يلي انا بدي اخليهم يصوموا لازم انا ادربهم انه هن يساووا عيار السكر اكثر من 3-4 مرات باليوم، يعني مثلا لازم يعملوا على سبيل المثال بجوز الصبح يكون مثلا ضمن الحدود الطبيعيه. المريض السكري اذا كان سكره بحدود ال 100-110 عند الساعه 10 الصبح هذا بده يفوت بنوبه نقص السكر بعد الظهر، ولذلك انا لازم افهمه انه ما لازم يكمل صيامه. بعدين المريض اذا كان هو عنده سكري واخذ جرعته الدواء بالشكل اللي خبروا عليه الطبيب، لم غالبا مفعول الدواء ومركبات السلفونيل يوريا واللي لها مده طويله فهي رح تاثر على مدى 24 ساعه، فرح يكون لها تاثير بعد الساعه 3 والساعه 4 مساء، وبالتالي هدول معرضين انه هن يفوتوا بنوبه نقص السكر. هدول انا لازم ادربهم يساوي في التحليل السكر بعد الظهر والمساء وقبل الفطور، واذا كان قبل الفطور بقي لنا الفطور ساعه وهو بلش يحس بنوبه نقص السكر لازم يفطر. تمام. ما اخليه يكمل صيامه ابدا. فهدول لازم هن يتدربوا انه يساوي يعني اكثر من مره بالنهار دورية. ولازم انا اختار لهم الادويه معينه بحيث تنزل لي سكر بعد الوجبه سواء كان خافضات فمويه، ولازم انا اذا كانوا عم ياخذوا انسولين وانا بتاكد على كلمه انه كل المرضى اللي عم ياخذوا انسولين القاعده ممنوعين من الصيام، القاعده ممنوعين من الصيام. اذا اصروا على الصيام وكانت سكاكرهم مضبوطه وهن مستقرين فهن بدهم تدريب معين وبرنامج معين لحتى يقدروا يصوموا، وفي حال انه صار عندهم اي مشكله لازم يفطروا راسا. نعم. كثير منيح دكتور انه نحن لازم نشدد دائما على مرضى السكر والقلب الممنوعين من الصيام، انه نحن لازم نتقيد بارشادات الطبيب، المراقبه الدوريه لوضعنا الصحي في حال مثل ما قال الدكتور اصروا على الصيام. بالنسبه لمرضى القلب والسكري الفئه اللي متاح الى الصيام وبامكانها تصوم وهي ما أنا بخطر ابدا، قد ايه بتشوف انه يمكن اسلوب الحياه هذا خلال شهر رمضان الكريم ممكن يرجع لهم بنتائج ايجابيه على صحتهم وجسمهم على المدى البعيد غير باوقات شهر رمضان الكريم؟ هلا عموما الصيام في فائده حتى لبعض المرضى القلبيين ومرضى السكري. تمام. لا شك انه يعني الاقلال من الملح دائما هي المشاكل تجي اصلا من وراء الاكل، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، المشاكل تجي من الاكثر اكثر من عدم الاكل. فلازم نحن اذا كان عندنا مشكله معينه قلبيه او سكري انا بقدر اصوم لحتى احسن هالمشكله ولحتى اتحسن وتتحسن اعراضي واطيب يعني بشكل جيد من هالمرض. لا شك انه بعض المرضى اللي عندهم امراض قلبيه لما يصوموا هن بيرتاحوا،
وبيتحسنوا أكثر. أنا ما لازم أهمل هالشغلة، لكن أبداً أنا ما لازم أعاند في أنه أصوم إذا كان عندي مشكلة قلبية أو داء سكري غير مضبوط. أبداً لازم ما أعاند فيه نهائياً. نعم. طب شو بتحب توجه اليوم نصائح لكل حدا مثلا مريض سكري او مريض قلب حابب يصوم او مكمل بالصيام؟ هي مرق اول تقريبا كم يوم من رمضان، اول اسبوع خلينا نقول، وهلا بدهم يكملوا للنص الثاني من شهر رمضان، فخبرهم هيك نصائح عامه، وخاصه عاداتنا نحن السوريين بالمجتمع انه دائما بعد وجبه الفطور الدسمه دائما في وجبه حلو، في شاي، في هدول المشروبات اللي قلنا عليهم اللي هن مليانين على سكاكر مثل ما بتقول، فخبرهم كيف فيهم كمان يضبطوا حالهم عن هي الاكلات. اولا بشكل عام نصيحتي لكل المرضى اللي هن غير مستقرين او غير يعني مضبوطين بشكل جيد من ناحيه الاعراض القلبيه والسكري بعدم الصيام نهائيا. الشغله الثانيه، المرضى القلبيين ومرضى السكري يلي هن لازم يصوموا، لازم انا اختار انواع الاطعمه يلي ممكن تكون مفيده لهم، يلي فيها على سبيل المثال كميه بروتين جيده وما تكون يعني سكاكر سهله وبسيطه وترفع لي السكر بشكل كبير. يحاولوا قدر المستطاع يعني يركزوا على الاطعمه يلي ممكن تعطيهم مخزون للبروتين وللسكر بشكل مستمر ومضبوط خلال ال 24 ساعه. يعني انا بنصحهم على سبيل المثال بكل انواع السلطات والخضار والحبوب الكامله، البقوليات، الفول والحمص والعدس، هذول كثير مفيدين. اللحوم البيضاء لا شك انه لها فائده كبيره، حتى اللحم الاحمر ما في اي مشكله. دائما الطعام يجب ان يكون بشكل معتدل، دائما يجب تجنب الوجبات الكبيره، دائما يعني حاولوا ما يصوموا الا لحتى يسالوا طبيبهم عن اي جزئيه ممكن هن تفيدهم وعن اي جزئيه ممكن توقعهم في مشكله او في كم او في خطر على حياتهم. ولذلك يعني هي معظم التوصيات. يفضل دائما تجنب الادويه اللي فيها حريرات عاليه، اللي فيها دهون ودسم بكميات كبيره جدا، العصائر يلي مليانه على سبيل المثال سكاكر، وخاصه الكولا والتمر الهندي وهدول القصص والسوس والسوس يلي هلا في ناس مدمنين على السوس برمضان. لا شك انه السوس له سيئتين كثار، انه ممكن يأهب لرفع الضغط وممكن ينقص لي البوتاسيوم بالجسم اذا كل يوم سوس، فهذا راح ينقص البوتاسيوم. المرضى اللي بيصير عندهم نوب نقص بوتاسيوم او نقص بوتاسيوم بيصيروا غير قادرين، حتى احيانا واحدهم ما عاد يصير عنده قوه عضليه، اذا بده يقعد ما عاد يقدر يوقف اذا كان يعني في ادمان شديد على السوس. هو ما هو ممنوع السوس ابدا، التمر الهندي ما هو ممنوع، لكن يجب ان نكون معتدلين في كل شيء. تمام. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وبنرجع وبنركز دائما استماع نصيحه الطبيب والاستشاره الدوريه دائما. شكرا لك دكتور. شكرا كثير لكم، وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم. ينعاد عليك بالخير والصحه دكتور، شكرا لوجودك معنا. اما هلا بنروح لدرعا فرح ونشوف الاجواء الرمضانيه والاكلات والعادات المجتمعيه بدرعا مع زميلتنا مرح المقداد. يهل رمضان شهر البركات، وتبدا العائلات في مدينه درعا الاستعداد لاستقباله بطقوسه المميزه واعداد الاطباق الشهيه وممارسه العادات الاجتماعيه والدينيه المحببه ضمن هذا الشهر. الاجمل ما في ايام شهر رمضان الكريم انه العائله بتلتم جميعا، الشمل كله بيلتم، ناس من الجيران بيبعتلك صحن بتبعت صحن لجارك، المحبه اللي بتجتمع هيك، فله ميزات خاصه في شهر رمضان المبارك. يعني الزيارات، زينه رمضان، مباركات بشهر الفضيل، يعني الاطفال مبسوطين برمضان. عندنا بدرعا اللي هي القطايف، العوام المشبك، الاصابع، القشطايات كامله، يعني الوربات، الليزا. كاي شهر كل سنه يعني ما اختلف علينا شيء، كزيارات عائليه، ناحيه اجتماعيه. بالرغم من غلاء الاسعار في الاسواق هذا العام، اعتاد الاهالي بان يجعلوا من تفاصيل هذا الشهر الكريم ذكريات وعادات راسخه وفق قدره كل منهم على شراء حاجياته.
لرمضان طقوسه وبهجته وعاداته ووقعه الخاص في كل عام، إلا أنه يمر كما الضيف الخجول في هذا العام بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. من سوق السبيل في وسط مدينة درعا، مرح المقداد، الإخبارية السورية. بمشاركة 47 جناح وعارضا ومعرضا تم افتتاح فعاليات سوق رمضان الخير بمحافظة حلب. يستمر طيلة شهر رمضان المبارك، منشوفه أكيد. 40 جناحا وعارضا تم افتتاح فعاليات سوق رمضان الخير الذي تنظمه محافظة حلب بمشاركة مديرية الأوقاف وغرفتي الصناعة والتجارة وعدد من المديريات والاتحادات، وذلك في منطقة الفيض جانب جامع السيد الرئيس. ضمن الفعالية نشاطات أخرى، منها توزيع حصص غذائية داعمة وتوزيع وجبات إفطار ساخنة بشكل يومي، بالإضافة إلى ربطات الخبز المجاني، وأيضا مبالغ نقدية توزع على ذوي الشهداء والأيتام. وهذه النشاطات مستمرة على مدى شهر رمضان الكريم. كان طلبنا ورجعنا كمنظمين لهذه الفعالية أن تكون هناك أسعار رحمانية، إما بسعر التكلفة أو ما دون سعر التكلفة، لأن الوضع الاقتصادي مثل ما بنعرف كلياتنا صعب على المواطنين في البلد. وهذه الحالة جمع ما بين التاجر والمستورد مباشرة مع الفعاليات الاقتصاد مع أصحاب الدخل المحدود منحقق هذه المعادلة. وسيتم في هذه الفعالية تقديم مختلف المواد الغذائية والمنظفات والأدوات البلاستيكية بأسعار مخفضة، خصوصا في شهر رمضان المبارك، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين. شفنا اليوم الأسعار اللي المعروضة بهذا السوق هي عبارة عن تخفيض عن من 20 ل 30% من قيمة المواد الأساسية للمواد الغذائية والمنظفات، وإن شاء الله تستفيد من هالأسعار أكبر شريحة. وهذا طبعا اندلع شيء دل إحساسنا بالمسؤولية المجتمعية ككل كل الفعاليات الاقتصادية بأنه تحاول تقدم شيء في هذا الشهر، شهر الخير، شهر البركة، شهر رمضان الكريم. هدف السوق هو دعم المواطن وإيصال السلع له بسعر التكلفي، وكما شاهدنا في السوق يعني في بعض السلع بنصف القيمة، وهذا كله هو دعم للمواطن. وإن شاء الله السوق مستمر حتى دخول آخر أيام رمضان المبارك ودخول عيد الفطر السعيد. هذا السوق هو نتيجة عمل تكاملي بين جهات رسمية واقتصادية عدة في حلب. مشاركتنا بدعوة من غرفة التجارة بالمنتج من المنتج إلى المستهلك مباشر بأسعار التكلفة بليالي رمضان الكريمة والخيرة. والمبادرة اللي عملناها هي نسبة 20% من الأسعار اللي نحن عم تنباع بالسوق برا. طبعا كأول يوم افتتاح ما توقعنا الحضور الجماهيري الكبير، والمبيعات منيحة إن شاء الله، ومتأمل حضور الناس كلها حتى تحصل على أسعار نحن نازلين فيها. فعالية ممتازة كتير على كافة الأصعدة وبأسعار ممتازة. مبادرة حلوة وإن شاء الله الناس تستجيب لهال يعني نزلت الأسعار بقى تكون جدية. نتمنى بقى مبيعين المفرق وكمان مثل أصحاب المعامل بيشهروا بهالحملة، وإن شاء الله خير على كل سوريا. وسيستمر السوق طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وسيتم خلاله عرض وبيع الألبسة في النصف الثاني من شهر رمضان. طبعا زينب هلأ لوين رح نروح؟ هلأ رح نروح على مساحة الصحية والبدنية للجسم، وهي الرياضة الصحيحة وخاصة بشهر رمضان، وخاصة أنه بشهر رمضان بتتغير العادات الغذائية عند كثير من الأشخاص وبتقل الوجبات، أيضا تنظيم الوجبات كمان بيتخربط، بعض الناس بيزداد وزنه وبعضها بينقص وزنه. لكن اللي بيلعبوا رياضة أي الأوقات المناسبة أكثر للرياضة؟ خلونا نشوف أول شيء قبل ما نستقبل الكوتش معلومات عن الصوم والرياضة وراجعين. نعم فرح، يعني يمكن أكثر شيء ممكن يكون بشهر رمضان مزعج أنه خلص بيتخربط كل نظام حياتك، ما عاد في وجبة فطور أساسية صباحا، بس
بتصير وجبة الفطور هي مثل العشاء اللي نحن كنا معتادين عليه، وهذا الشيء ممكن يسبب لنا خربطة أول كم يوم برمضان بجسمنا، إضافة لأنه البعض ممكن كمان يعتاد على الفطور الدسم بس هيك زينب كمان بيزيد وزنه. الأشخاص يمكن بيقطعوا الرياضة بشهر رمضان، بيفكروا يمكن هذا الشيء هو أسهل لهم، أو حتى الرياضة ممكن تأذيهم، شو هي الأوقات المناسبة للرياضة وكيف فينا ننظم ساعات الطعام بشكل صحيح، الساعات الأنسب لممارسة الرياضة؟ كل هي الأسئلة والاستفسارات رح يجاوبنا عنها الكوتش رند براد. صباح الخير كوتش. صباحك. ينعاد عليك. ينعاد عليكم وعلى كل السوريين يا رب. يسعد صباحك. ما نجهز عنا التقرير اللي كنا بدنا نشوفه، بس رح نبدا معك فورا كوتش. يعني كنا عم نحكي عن انه بيتخربط العادات الغذائيه بشهر رمضان، وبتشوف انه حتى اللي كان يلعب الصبح رياضه او الظهر او هيك صار بعد الفطور بساعتين مثلا يلعب رياضه. بالضبط. الاستقلاب هو وراثي، كيف فينا نزيد الاستقلاب الحرق بالجسم او يعني او يكون بطيء الاستقلاب بالرياضه خلينا نحكي، وخاصه بشهر رمضان لانه بنحس الحرق صار ابطا. هلا بما انه هو عامل وراثي نحن ما فينا نتحكم فيه غير بنظامنا الغذائي. النظام الغذائي معتدل السعرات الحراريه اللي على طول بنحكي عليه، يعني انا فيني دخل 1500 سعره حراريه واحرق 1500 سعره حراريه، فانا ماشي تمام. اذا بدي حافظ على وزني تمام، بدي زيد وزني بدي دخل اكثر سعرات حراريه والعب بنسب البروتين والكارب. بدي نزل وزني بدي نزل السعرات الحراريه اكثر من اللي بحرقها انا. موضوع الاستقلاب خلينا نتفق عليه انه هو موضوع وراثي ما فينا نتحكم فيه نحن. تمام. ناس بتحرق وناس لا، اثنيناتهم بفوتوا على النادي بنفس الوقت، حدا بينزل وزنه حدا لا. مزبوط. كوتش، الوقت الانسب للرياضه بالنسبه للاشخاص الصائمين؟ البعض بيقول انه بعد الفطور بما انه احنا اكلنا وجبه كثير دسمه فلازم نحرقها، البعض الاخر بيقول يمكن قبل الافطار بساعه هي الفتره او الساعه الذهبيه، شو الصح بهذا الموضوع؟ هلا قبل الافطار اللي كلياتنا عم نفوت فيها انه قبل الافطار هي الساعه الذهبيه اللي لازم انا العب فيها رياضه، بتكون مستويات الطاقه زيرو عنا كلياتنا اذا صايمين. يعني نحن كل نهارنا عم نشتغل. هلا في ناس بتفيق الساعه 5 وبتنزل على النادي، اوكي هدول ما في مشكله، بس في ناس بتشتغل من الصبح لاخر النهار فمستويات الطاقه عندهم بتنزل كثير، وهون بياثر على الجسم لانه الجسم 70% سوائل، فنحن فقدنا كثير من السوائل. خاصة عم نلعب رياضه بدنا كثير مي ونحن عم نلعب. بالضبط. ونحن رح نفقد سوائل وما رح نعوض هاي السوائل اثناء التمرين. هلا في ناس بتقلك انا بوقتها قبل التمرين وبروح دغري على الفطور، بس المشكله انه قلت لك مستويات الطاقه كثير متدنيه، يعني نحن ما رح يكون في تاثير ايجابي على العضله بالنسبه للي بده يبني عضله منيح واللي بده يكون صحي بنظامه الغذائي، ما رح يبني عضله صح. في ناس بتلعب قبل التمرين حتى يروح ياكل ويشرب وينام ويتسلى ويسهر وما عنده وقت. الوقت الانسب هو بعد الفطور. هلا نحن كلياتنا قلتي لي وجبه دسمه، هو غلط نحن يكون في وجبه دسمه. وهذا عم يصير. هلا ايه، هلا نحن برمضان خلينا نقول زينب باول التقرير قالت انه بينقلب نهارنا بصير فطورنا على العشاء. نحن خلينا نفترض انه لا، فطورنا. تمام. هو تمام صح، بس بما انه نحن عم نشتغل على نظام الصيام مثل اي برنامج غذائي بيعتمد على الصيام المتقطع او الصيام الشهري او او او، خلينا نبلش نحن بالسوائل اللي نحن بحاجتها كلياتنا، يعني نحن اهم شيء عندنا السوائل، في ناس حسب الطبخه بلا سوائل بلا بدي اكل، فنحن اهم شيء السوائل، الكبار كانوا يساوونا شوربات ايام زمان، اهم شيء الشوربه، نحن هلا نسيانين الشوربه، هي كثير عنصر اساسي الشوربات والسوائل والخضروات، لانه الجسم بحاجه سوائل وبحاجه الياف. نيكست بنلعب رياضه مثلا بعد بساعه ساعه ونص اذا كانت الوجبه خفيفه، بنلعب رياضه بعدين بناكل الوجبه الاساسيه اللي لازم نتدرب نحن بعدها او قبلها، عفوا بتكون الوجبه الغنيه بالبروتين والكارب. طب خلينا نحكي اليوم اللي هلا عم يلعب رياضه بعد الفطور بده يلعب رياضه، اوكي بياكل مثل ما قلنا مثلا شوربات او خضار او شيء خفيف، بعد بقد ايه ممكن يلعب رياضه؟ وفي وجبات بعد الرياضه، يعني وجبه الرياضه بتزيد الوزن ولا اللي بده يخفض وزنه لازم ما ياكل بعد الرياضه؟ هذا المعتقد الخاطئ ان كان برمضان او بغير رمضان، انه انا اذا لازم نزل وزني ما بيصير اكل، هذا الشيء كانوا يقولوا لنا يا ايام زمان. هلا نحن نظامنا الغذائي المتوازن، انت بالجيم زينا ساعه واحده و23 ساعه انت بين نوم ونظام غذائي. تمام. فالنظام الغذائي هو الاساس بانه ينزل وزن او يرفع وزن. صح. ما في رياضه بتنزل وزن،
ما في مشي بينزل وزن، ما في أي شيء بينزل وزن غير النظام الغذائي. يعني أنت معي بالنادي ساعة بس، أنا بدي أحرك العضلات، الدهون ما فيني أحركها، أنا بشتغل على العضلات. في نظام غذائي صح فأنا بمشي للطريق اللي بدي إياه. في ناس بدها ترفع وزن، في نسب بروتين وكارب بدها تاكلها، في ناس بدها تنزل وزن، في نسب كذلك بدها تاكلها. فما في انه انا بنزل وزني فما باكل، برفع وزني باكل، لا، هو حسب النوع اللي بدي اكله. هلا هي المعلومات كثير حلوه، انه نحن نعرف شو ناكل، شو ندخل على جسمنا، ونعرف قد ايه بنحرق وقد ايه بنستهلك طاقه. بس بعض الاشخاص كمان، يمكن الصائمين خلينا نحدد، بيلاقوا انه ممكن يكون في خطوره على جسمهم وصحتهم في حال نزلوا على التمرين مثل ما قلنا قبل موعد الافطار، هذا الشيء صح او لا كوتش؟ هلا كلياتنا كل واحد بيعرف حاله، اذا انا عندي مشاكل ضغط او سكر او 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 او، فلا يفضل اني اروح على الجيم قبل التمرين مشان ما ينزل السكر او ينزل ضغطي، لانه احنا قلنا قبل التمرين مستويات الطاقه بنهاياتها. يعني انا عم بستنى مثل جسم وقت بيكون نايم كل الليل بيقولونا اول ما نفيق كول، انت بحاجه الاعضاء الحيويه كلياتها عم تشتغل، هلا بدها غذاء. فنفس الشيء نحن وصلنا لوجبه الفطور، نحن بحاجه الوجبه الغذائيه الصح. فقبل التمرين اللي عنده مشاكل صحيه قبل الفطور لا يفضل ابدا انه يفوت على الجيم. هلا صارت ثقافه الرياضه كلياتنا بنعرف، هلا في ناس بتعرف وما عندها قدره تعمل هذا الشيء، وفي ناس بتعرف وعم بتطبق هذا الشيء. الوقت هلا بسبب الاوضاع الوقت هو اللي عم يتحكم فينا، ما نحن عم نتحكم فيه. في ناس عندها شغل بعد الفطور ما بتقدر، بدها تجي قبل الفطور، وفي ناس ما عندها مشكله فاضيه بهي الفتره فبفضل يتدرب ويروح يرتاح. في ناس لك لا انا باكل وبرتاح وبجي على النادي بوقت تمام. طيب كوتش خلينا نحكي شوي، ما بصير في مثلا زياده بالوزن اذا لعب الواحد قبل الفطور وفطر وجبه، لو كانت وجبه خفيفه بس انه اكل، يعني يعني اكيد ياكل طبخ او شيء او هيك، فبزيد وزن؟ هلا حسب ماما شو طابخه زينب. ايه حسب ماما. لا هلا برجع بقول مثل ما قلت قبل، النظام الغذائي خلينا نقول نحن فايقين 12 ساعة أو 16 ساعة. فالنظام الغذائي المتوزع بهذا الوقت اللي نحن عم ناكل فيه هو اللي بيحدد زيادة الوزن أو نزول الوزن. أما أنا أني خلص تمرين وآكل رح يزيد وزني، ما أنت لازم تاكلي، لأنه أنت إذا ما بتاكلي خلال ساعة أو ساعة ونص الجسم بحاجة جلوكوز لهي العضلات، فرح يحرض الأنسولين، رح يصير في مشكلة، رح يخزن كدهون. هيك اوكي بصير. فنحن ما بصير ما ناكل. يعني في عالم بتقلك انه معقول روح اكل بعد التمرين، انا بسمن يعني انا بدي نحف حالي، لا لا، بتنحفي حالك على نظام ال 24 ساعه. مو هلا بهالساعتين رح تنحفي، لانه في ناس لك انا ما اكلت بعد التمرين لبعد ساعتين، وبعد ساعتين طرقت له صحن بقلاوه. ايه فهمنا الفكره تمام. فنحن المشكله بالسعرات الحراريه اللي بندخلها بنظامنا الغذائي على كل النهار. يعني بالضبط. طب المشي، هلا العالم كثير بتقول لك ما بحب الرياضه بدي امشي، المشي مفيد؟ كثير بيفيد، وخصيصا هلا بيفرغ ستريس بشكل كثير كبير. يعني اني امشي بس حطوا سماعه وحده، لانه لا عاد بتسمعوا سيارات اذا حطيتوا التنتين، وبناكل مسبات اذا مشينا بالشوارع. المشي كثير بيفيد قبل الفطور وبعد الفطور، ولكن مو الجري. يعني المشي سريع، لا لا خليني اقول مشي بسيط، لانه كمان مثل ما حكينا ما بدي اجهد الاعضاء الحيويه، القلب والكلاوي والرئتين والكذا، هي كثير هلا بحاجه اكل، بحاجه غذاء، بحاجه فيتامين، بحاجه هالامور كلياتها، فانا ما بدي ارهقها بهذا الشيء، فانا بمشي شوي شوي بفرغ كثير ستريس. ممكن احرق سعرات حراريه، اكيد رح احرق سعرات حراريه، بس مو بمستوى التمرين العضلي اللي بناخده. خلينا نقول بتندرج تحت مستوى التمارين القلبيه، لانه المشي كل ما زدت السرعه او جريت بصير في ارتفاع بنبضات القلب، فهي الشيء بصير ارتفاع، هذا الشيء بصير تمارين جهد قلبي. اما نحن خلينا نمشي باعتدال لحتى نشغل عضلاتنا صح، الدوره الدمويه صح، ونكون مرتاحين، يعني ما انه راقدين بدنا، لا لا ما رح تحرق شيء، نظامك الغذائي هو اللي بده يحرق. تمام. برايك كوتش شو هي اغلب الاخطاء اللي بتسمع عنها كثير وبتشوفها كثير خلال شهر رمضان؟ بعض الاشخاص يمكن بينطروا نهايه الشهر ليقيسوا وزنهم، بكونوا متوقعين خساره الوزن، بالعكس بيطلع وزنهم زايد، والبعض الثاني بالعكس، فشو هي اغلب الاخطاء اللي بتشوفها حضرتك؟ اكبر الاخطاء خليني اقول هي وقت بنلعب رياضه الصبح ونحن صايمين. نحن بحاجه غذاء بعد التمرين
ونحن عم نلعب الصبح عم نطلع تقريبا 14-15 ساعة لحتى نوصل لوجبتنا الغذائية. هذا الشيء كتير مضر للجسم، لأنه أنت كعضلة، ما رح أحكي أنا كمخ ولا كقلب ولا كلاوي ولا أي شيء، كعضلة هاي العضلة بحاجة غذاء بعد التمرين. أنت أجلتي هذا الغذاء 14-15 ساعة، طبعا بسبب ضيق الوقت عند الناس، يعني بينزل يلعب بالجيم الصبح أو بيرقد أو 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 بسبب ضيق الوقت عنده، أنا ما عندي غير هذا الوقت، بس هذا الشيء كتير مضر خصيصا اللي بيلعبوا بالجيم أوزان عالية و فكتير مضر لهذا. هي أكثر عادة خلينا نقول برمضان ممكن تكون مؤذية. نيكست الحلويات برمضان، يعني كلياتنا صرنا نعرف دوانا انه انا بحب الشوكولا، ما في نوقف شوكولا، ما بتوقفي شوكولا ما رح ينزل وزنك، ما رح ينزل وزنك حتى اذا اخذنا شوكولا ساده او اي شاطرين فيها كلياتنا هي شو بنقدر بلاها. هلا ما رح نوقف نحن النظام الغذائي الصح، هو النظام الغذائي اللي انا بقدر امشي عليه طول حياتي او اطول فتره ممكنه. يعني هلا الحاله الطبيعيه اذا بدي اقول لك رند بدي اقول لك ممنوع الخبز وممنوع المعجنات وممنوع ممنوع ممنوع، ما اذا بتعمليه لحالك ما بدك رند بقى ولا بدك كوتش ولا بدك جيم. النظام الغذائي اني اعيش باعتدال، يعني انا باكل 5 حبات شوكولا، لا حبه بتكفي، حبتين بكفوا. بحب المعجنات كثير، قطعه بتكفي، ما عندي بطولة يعني ما يحرم الجسم مشي لكن باعتدال. هلأ الجسم إذا بتحرميه كتير منيح، يعني إذا أنت عندك تارجت بالرياضة، بس معظم اللي عم بيلعبوا رياضة هن هواة وبدي وصل لمستوى معين أنا بدي إياه. يعني هلأ الانطلاق صاير الشباب كتير السكس باك والبادي بيلدينج والكذا كتير شيء حلو، بس صاروا بيستعينوا بالمواد اللي بتساعد على هذا الشيء أكثر من الغذاء. الغذاء هو الأساس لحتى نوصل لأي مرحلة بدنا إياها. طيب خلينا نحكي كمان كوتش، انا صايمه، خلينا نحكي كمان كوتش على قصه المواد اللي عم تحكي عنها، وخاصه عم نشوفها عم تتاخذ بدون ما انه حدا يعني تجاريه، بدون ما انه يكون تحت اشراف كوتش للرياضه انه خذ هي الماده او هي الماده، لا، وممكن عم تسبب بعض الاحيان بعض المشاكل للشباب مثل ما انت حكيت، اضافه لبعض الخلطات المنحفه اللي عم ياخذوها الصبايا والشباب واللي عم تسبب لهم تسرع بالقلب، عم تسبب لهم هبوط بالضغط اثناء التمرين، وعم نشوف هي الحالات بالنوادي الرياضيه قد ايه غلط هذا الشيء. وكمان يعني خلينا ننبه على هدول الاشياء لانه احيانا عم يكون لها اثر سلبي. هلا اي شيء نحن خلينا بدنا نحكي بشيء ممكن ما يعجب البعض، اي شيء ما نخاضع لوزارة الصحة هو غير آمن، اي شيء ما مستورد بشكل نظامي هو غير آمن، اهم شيء يكون مستورد بشكل نظامي. هلا صار في عنا نحن بسوريا شركات أدوية عم بتصنع هاي المواد، مواد منحفة ما في، يعني انا عم بحكي عن متممات غذائية صار في عنا، اما شيء نحف مادة تنحف ما في، يعني كلي سكريات وكلي شو ما بدك وخذي هاي الحبة بتنحفي. منطقيا يعني بهذا الوقت صرنا ب 2021 ما حدا تفوت بالعقل، صحيح. إيه؟ بس في كوتشات بيلعب، يعني هلا زينة عندها ثقة بالكوتش رند، إذا الكوتش رند بيقول لها خذي هاي بتاخذ من باب ثقة بهذا الكوتش، صحيح. في كوتشات عم تشغل تجارة، يعني في أحد الكوتشات مرة كان عم بيجيب كبسولات فاضية وبيحط فيها زنجبيل وما بقى وكركم وهالامور وبيعطيها للعالم على اساس انه هي صناعه المانيه والعالم ماشيه فيها من باب ثقتي بهذا الكوتش. اذا ما انه شيء قلت لك مستورد او شيء نظامي لا، ومعظم المواد اللي بتنزل يعني صرنا نعرفها نحن الزنجبيل بيساعد، الحمضيات بتساعد على الحرق بالضبط، ما بتحرق، يعني ما في شيء بيحرق، يعني هلا الزنجبيل مفيد للمعده والشاي الاخضر كمان، بس المشكله عفوا المشكله انه بيرفع الضغط، الزنجبيل بيرفع الضغط مزل. ففي عالم عم تاخذ هاي الحبوب وما بتعرف شو في بقلبها، بيرتفع الضغط اذا عندها امراض قلب او شرايين او 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 مشكلة. فهذا في عندها مشكله. اكيد كل الشكر لك كوتش على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبتمنى يكون في وعي اكثر من هيك بخصوص كل الخطوط اللي حذرنا منها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك زينة. أما هلا زينب أكيد رح ننتقل إلى استديو الإخبارية السوري للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية العالمية والمحلية مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا
أهلا بكم. أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 126 لعام 2021، ويقضي المرسوم بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سوريا المركزي. أعلن رئيس مجلس الشعب حمود الصباغ أن المجلس تلقى كتابا من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلبا ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية. وكان الصباغ أعلن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسية، وتلقى كتابين من المحكمة الدستورية بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح طلبين إلى المحكمة بترشيح نفسيهما لمنصب رئيس الجمهورية. وقد بدأ أعضاء المجلس إعطاء تأييدهما الخطي لمرشحيهم. حذر كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عرقجي من أن طهران ستوقف المفاوضات الجارية في فيينا في حال واجهت مطالب غير منطقية. وقال عرقجي خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد في فيينا بمشاركة وفد إيران ومجموعة دول 4+1 أن المسيرة الراهنة للمفاوضات تحرز تقدما رغم المصاعب والتحديات التي تواجهها. ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الوفد الإيراني سيوقف المفاوضات في حال ما اتجهت نحو مطالب إضافية وتضييع الوقت ومساومة غير منطقية. وفي خبرنا الأخير، قتلت الشرطة في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية فتاة من أصول إفريقية عمرها 15 سنة ما أثار موجة من الغضب. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عددا من سكان كولومبوس تجمعوا بعد مقتل الفتاة بأربع رصاصات على يد ضابط الشرطة، وهتفوا ضد عنصرية الشرطة الأمريكية تجاه الملونين. نهاية الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا شيرين من غرفة الأخبار، ومستمرين بصباحنا زينب. أكيد وصلنا للحرف اليدوية الجميلة، ورح نحكي اليوم عن الشغل اليدوي اللي دائما له سحره الخاص، اللي بيعطي القطعة أو التحفية الفنية رونق خاص بيختلف عن غيره من القطع الجاهزة، وخاصة إذا مشغول بالإيد. رح نحكي مع دانا روماني حرفية وصاحبة مشروع شغف أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحك، ينعاد عليك بكل خير. يا أهلا فيكم وصباح الخير ورمضان كريم. رمضان صباح كريم. الخير صباح دانا، وينعاد عليك بكل الخير. خبرينا بالتفصيل عن مشروعك قبل ما نتفرج على القطع. شغف كاندلز هو مشروع انطلق من 3 سنين واليوم مكمل للسنة الرابعة. هو بلش بفكرة كثير صغيرة، كانت هدية سوفونير صغيرة لحدا من رفقاتي، اشتغلتها بالبيت، حبيت الفكرة وطبعت على الشمعة وقتها صورة وطلعت كثير حلوة وناجحة. تعلقت أكثر بالفكرة، حسيت أنها كثير حلوة وخرج أنها تكبر وتصير مشروع، لهيك شغف كاندلز اليوم موجود. نعم، يعني عم نلاحظ يمكن دانا انه كله شموع، عملتي من الشمع تحف فنية جميلة، وخاصة برمضان يعني عم نشوف شموع او بورتكليات خاصة لرمضان. خلينا نحكي عنها اكثر ونشوف نماذج، نحكي عن القطع الموجودة. هلا الاكثر مبيعا والاكثر يعني شغفا من الزباين اللي بتحب تشتري من عنا هو المنتج الميدالية الشمع. هاي الميداليات هي معطرة عم تكون شمعية. فينا نشوف واحدة منه؟ أكيد. هلا هاي الميداليات بتختلف تصاميمها حسب أنت شو بتطلبي. بيكون هاي التصاميم حسب المناسبة اللي أنت بدك إياها، ممكن تكون هاي القطعة عليها اسم مثلا، ممكن يكون في عليها إطار معين حسب المناسبة. التصميم اللي بده إياه ممكن يصير. هلا بما إنه نحن بجو رمضان فأنا اعتمدت الشيء الشرقي، النقشات الشرقية بالإضافة مثلا للميلوية، بالإضافة للنقشات اللي هي بتعبر عن الجو الإسلامي لنقول أكثر. هي الأفكار، الروائح متنوعة مختلفة، ممكن الشخص يختار الريحة اللي أكيد بيحبها. أكيد، وأكثر روائح الفواحة هي بتكون روائح الفواكه يعني بأنواعها. هلا الشيء الثاني اللي عاملينه حلو هو الكاسات هي اللي هي فلكلور، هي شغلنا، شغل يعني محلي لنقول. هي عم تكون كمان من ضمن شمع من شغلنا، والكاسه هي محليا، يعني اللي بشوفها اول شيء بفكرها انه شو قطعه اجنبيه جايبتيها من برا انه كثير فخمه وحلوه، لا انه هي من الفلكلور السوري الاصيل. نعم. كمان في عندنا كاسات بانواع ثانيه، هي القياسات الصغيره
هالسنة حبينا نشارك الفانوس بما انه الفوانيس بتشتغل كمان كانت على الشمع. خلينا نشوفه اذا بتجينا هاي الفانوس. هذا كمان بيعتمد شيء له علاقة بالشغل اليدوي، هو رسم على الزجاج. كل الشيء اللي اشتغلنا فيه هو له علاقة بالشيء اليدوي، يعني كل الفوانيس كانت بتضيف لمسة له علاقة بالشيء اليدوي. في عنا اشكال جديدة طلعينا، هي الشكل هذا المربع. نحن بنعتمد كثير القطر الكبير مشان لما بتذوب الشمعة ما تأثر ابدا على الصورة، تضل محافظة على نفس الشكل كأنك هلا شاريتيها، ونفس الوقت تستمتعي فيها انك انت قدرانة انك تشعليها مو بس صمتيها هيك. في عنا الشكل المفرغ مثلا كمان بآخر قطعة، هي كمان شمع فيك تحطي بقلبها شمعة صغيرة فهي حتضوي كلياتها. وبالمناسبة بما انه القطر كبير فلما عم تشعلي الشمعة رح كمان لما كل ما بتنزل أكثر وشوي حتصير كأنها مثل الشمعة المفرغة اللي عم تضوي من براتها، هي شوي شوي عم تاخذ شكل، عم تحسيها كل ما شعلت أكثر فيها كأنه يعني قطعة جديدة ثانية عن اللي أول ما اشتريتيها. نعم عم يستفيدوا منها يعني على كل الحالات. تمام. خلينا نحكي شوي كمان دانا عن يعني التصاميم اللي عم سموها، الافكار اللي عم تاخذوها، ممكن الناس تقول لكم شو بدها افكار، ولا انتم عم تبتكروا او عم تشوفوا شيء على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافه شو اللمسه الخاصه او البصمه اللي حاطينها بمشروع شغف؟ هلا شغف كاندلز من وقت ما بلش بفكره خارج الصندوق، ما كان حدا عم يشتغل طباعه حراريه على الشمع. طبعا الطباعه الحراريه ممكن تكون بآلات بس بتكون مكلفه جدا. هي حراريه مو ليزريه؟ هي لا حراريه بس حرارية. هي يدويه حرارية يدوية، مو بالآلات، بدها وقت أكثر وجهد أكثر، بس هي حتكون بتكلفة أقل، يعني المواد بتكون أقل بكثير من أنك تجيبي الآلة، فهي الشيء الحلو يعني بما أنه نحن ما رح نتكلف كثير عليها يدويا فهي حتضيف لمسة كثير فنية للشخص اللي عم يشتريها، فهي شغلة. الشغلة الثانية أنه نحن كل الأفكار اللي كنا عم نشتغلها هي أفكار خارج الصندوق، أكيد في اطلاع كامل على كل شيء كان عم ينتشر او حتى يوتيوب او فيسبوك او اي موقع ثاني او اي حدا عم يشتغل، بس ما كان في تكرار لاي فكره، كان كل شيء في له بصمه مميزه. والناس وهذا الشيء اللي حبيته دائما يعني. تماما. صح الفولكلور والشغلات التراثيه هي حلوه، بس اليوم عم بيكون في افكار جديده، يمكن عم يكون في دمج بين القديم والجديد لحتى نطلع فكره جديده. تماما. وبترضي الذوقين، قد ايه هذا الشيء شفتيه يمكن ولمستيه من خلال الناس؟ كثير اشخاص وقت بتوصي بتستغربي انه هي الفكره كانت ببالي بس انا لسه ما طلعتها، انه حتى الاشخاص بتعطيكي اوقات بتوحي لك بفكره ما تكون هي يمكن مكتمله عندك، بتجي بتطلبها فانت حتعملي لمساتك عليها وتقدميها، فهذا الشيء اللي بيميزها عن غيرها، يعني هلا في كثير اشخاص بتشتغل بس بالاخير بصمتها والشيء اللي بتضيفه عليها مو مثل اي حدا ثاني يشتغل. نعم، طب خبرينا اليوم هاي المشاريع الصغيرة وخاصة بما يخص المهن اليدوية والحرف اليدوية اللي عم يتعلموها النساء بكثرة وعم يطلبوا يمكن منك يتعلموها حتى كمان يكونوا عم موفرين للحالة الاقتصادية الرائجة هلا، وحتى يعني ياخذوا مصروفهم ويبدعوا بشيء ويسوقوا له بشكل معين. خبرينا عن هذا المشروع اول شيء، في نساء انضمت لكم تعلمت هي المهن او الحرف اليدويه؟ لا، هي المبادره بلشت فرديه مني شخصيا وهي مستمره بشكل فردي لهلا، رغم انه هي كثير متعبه انها تكون بشكل فردي. انت كيف عم تعلميهم؟ بحاجه فريق عمل، بس انا ممكن اي حدا حابب انه يتعلم اي شيء، اوقات كثير بيسالوني مثلا على الماسنجر انه نحن فينا ناخذ من وقتك شوي نتعلم منك شغله، نحن عم نجرب طلع لنا هي المطبات، فيك تساعدينا ليش هيك طلع لنا كذا، فانا اكيد بجاوب على الكل، لانه مثل ما انا كمان تعلمت لحالي بحب انه اي شخص. كيف تعلمتي دانا يعني؟ تعلمتي لحالي. الشمع اللي كان عندكم بالبيت كنتوا تعملوا تعملي كان كله تجريب، يعني بلشت حتى اذا بدك يعني بالتفصيل هي بلشت كيلو شمع خام من السوق، هو الشيء الوحيد اللي اشتريته، والباقي كل شيء من عندي من البيت. طبعا اول تجربه ما كانت ناجحه وواو يعني، بس مع التجريب اكثر من مره ومع الاصرار، بدها كثير اصرار انه انت لا رح يطلع معك منتج حلو ولائق وحيعجب العالم اللي حتاخده من عندك، فمع التجريب والاستمرار صار المنتج على ما نحن عليه يعني. هلا اكيد مع هذا الاصرار انه نحن يمكن فشلنا اول مره او يمكن ما طلعت الفكره مثل ما بدنا بالشكل اللي بدنا اياه، جربنا مره واثنين ثلاثه، لكن اربع سنين عمل لشغف هذا يعتبر انجاز اليوم. صحيح. قد ايه هذا الشيء ممكن يعطيكي حافز لقدام ويكون مشروعك الخاص فعلا تقدري تستفيدي منه ماديا اقتصاديا، وممكن يكبر هذا المشروع ويصير عندك يمكن
عدد كبير من السيدات اللي بيساعدوا كفي. والله موجودة الفكرة؟ أكيد موجودة، وهذا طموحي يعني، وبتمنى القطع اللي عم تتاخد هي كسوفينيرات صغيرة لبرا لأوروبا، أوقات حتى لبلدان عربية تانية. كل الأماكن اللي زارتها شغف بقطعة منها بتمنى أنها تصل أكثر وأكثر، ونبين لكل العالم أنه نحن في عنا حرفيين بيقدروا يشتغلوا شغل كتير مميز وشغل كتير متقن بنفس الوقت، ويضيف لمسة مختلفة عن اللي موجود بالسوق والشيء الجاهز الموجود. هلا الحافز، بما انك حكيتي عن موضوع الحافز، الحافز هو كل كلمه انقالت بحدا مثلا عطى رايه، حدا ممكن تعليق صغير قاله على الفيسبوك على جروب الخاص بشغف، حدا مثلا شجع، حدا حط لايك، يمكن قديش هي كثير بسيطه، قديش ممكن الكلمه تاثر، قديش ممكن تخليكي انه تتقدمي اكثر، هذا كثير حافز كبير. كمان لما شخص بيشتري من عندك شغله وبيقول لك انه انا فعلا انا لقيتها احلى شيء اشتريته لهلا، فهي كمان بتعطيكي حافز كثير انه انت تضلك عم تجربي شيء جديد. اليوم بجعبتنا اكثر من 25 منتج، كل منتج اخذ تجريب واخذ يعني من طاقتي من وقتي بشكل كثير فظيع، انه نحن بدي اشعله، بدي اجربه، بدي عد الساعات اللي بتشتغل فيها، بدي اتاكد انه هيك ما بيخرب، هيك بيتحمل حراره، هيك كذا، هيك العطر هذا مناسب، هذا العطر لا، هذا فواح، هذا لا. فكل منتج هو فعليا، وحتى كل قطعه مو بس كمنتج، هي كل قطعه عم تاخذ كثير من الوقت والجهد لحتى تطلع بهي الطريقه، ولهيك اجت تسميه شغف، لانه نحن اذا ما عندنا شغف باللي عم نقدمه فنحن ما حنقدر نستمر فيه، طالما هو مستمر للسنه الرابعه معناتها هو قدران يحقق شغف للاخرين كمان. نعم، دعنا يعني بنتشكرك كثير على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق هيك والنجاح بمشروع شغف، وبين شغفك بهالقطع الحلوه اللي انت مقدمتي لنا اياها. شكرا لكم، انتم دائما من الداعمين للمشروع من اول يوم انطلق فيه، كثير بتشكركم، ورمضان كريم على الكل، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لك مره ثانيه دانا، ولشغفك ولهالقطع الحلوه اللي جبتيناها، وموفقه يا رب. تسلمي، شكرا لك. اكيد هلا زينب بنروح لفاصل صغير وبنرجع لنكمل فقرتنا. طبعا زينب مثل ما بنعرف كلياتنا، الحكمه الاساسيه من الصيام هي الصبر وتعويد النفس وتهذيبه، لكن هذا الشيء بيتعارض مع كثير من النماذج اللي بنشوفها يمكن بحياتنا اليوميه، وموجات وفورات الغضب العارم بحجه الصيام اولا والتعب الارهاق او غيره من الظروف. رح نحكي اكيد بالتفصيل عن هذا الموضوع مع الدكتوره لبنى بشاره، خبيره بالتنميه الاداريه. صباح الخير دكتوره. صباح النور، يسعد اوقاتكم. اوقاتك يسعد صباحك، ينعاد عليكي بالخير والصحه دكتوره. يعني عم نحكي عن شهر رمضان، دائما بيقولوا شهر الرحمه، اللي دائما بتعودي النفس فيها على تهذيبها، وانه تتخلى عن بعض العادات السيئه، نحس ببعض اكثر، نراعي بعض اكثر نفسيا ومعنويا. خلينا نحكي عن الغضب، الغضب هذا الصعب انك تسيطر عليه بالايام العاديه، بشهر رمضان ممكن يزداد بحالات الصيام. نحن اليوم بدنا نحكي كيف فينا نسيطر على الغضب بشهر رمضان بفتره الصيام. بالبدايه اذا بدنا نقول خلينا نعتبر انه هذا الشهر هو فرصه لحتى نحن نقدر نعتبر السيطره على الغضب هو سلوك نقدر نكتسبه حتى لقدام. ليش؟ لانه صح نحن ممكن بهذا الشهر تكون مسببات مثيره مباشره لغضبنا، لكن بنفس الوقت نحن دائما بنراجع حالنا بهذا الشهر وبنقول انه بدي اطول بالي، ما بدي اعصب،
هي منلاقيها انه بهالشهر ما بيفطر تمام، فلذلك خلينا نعتبره فرصه لندير غضبنا بطريقه صحيحه ونصير نسيطر عليه حتى بالايام العاديه بالاشهر الباقيه من السنه. فاذا بدنا نقول بالبدايه شو هو الغضب او مفهومه بشكل عام، هو عباره عن استجابه من الشخص لمؤثر خارجي او داخلي، معناته مو بالضروره دائما يكون المؤثر الخارجي هو الحقيقي والفعلي لغضبنا، ممكن يكون عندنا تراكمات. فهي التراكمات عملت عندنا هي الاستجابه اللي طلعت بطريقه اما لفظيه او سلوكيه. هلا بالبدايه ممكن تكون مشاعر، انه انا عندي شعور استياء، تتحول اذا تطورت للفظي صحيح، كلام، اهانات، توجيه، عبارات غير لطيفه، بعدين بتصير او حتى نبره الصوت ممكن لحالها لو ما كانت الكلمه بحد ذاتها سيئه، ممكن النبره تكون فيها غضب. بعدين بيتطور الموضوع ليصير سلوكي، ليصير فيه عنف. صحيح صحيح. خلينا نحكي شخص، يمكن اي شخص هو داخل خلال اوقات الصيام وخلال شهر رمضان الكريم هو بطبعه ما بيحب يعصب، فكيف الشخص بيقدر يضبط نفسه ويكون في اليات معينه بيتبعها؟ اذا بنقول 1 2 3 خطوات اساسيه بيمشي عليها بتجنب المؤثرات الخارجيه وبيضبط نفسه. الموضوع كلنا عم نمرق فيه، رح احكي مثال بسيط كلنا بنعمله. لما اول شيء انه نعيد حساباتنا قبل ما نحكي اثناء حدوث مثلا موقف او مشكله او راي او شفنا شخص حتى نحن ما كثير يعني هو بيكون ملائم او بيناسب شخصيتنا فممكن يسبب لنا الغضب، قبل ما نعمل اي تصرف او سلوك او رده فعل حتى لو سواء كانت بالبودي لانجويج او باللفظ، يعني خلينا بس ناخذ ثانيتين قبل ونتذكر نحن وقت نكون عم نكتب على الموبايل ردودنا لاي شخص او تعليقاتنا، بنرجع بنمحي بنرجع بنكتب شيء اكثر لطافه او هذا الشيء مارق مع الكل. فمن هي هذا المثال البسيط قد ايه ممكن نحن نسيطر على الغضب بنفس الطريقه، فناخذ بس ثانيتين قبل ما نعمل اي تصرف سواء تمام نعد للثلاثه. فهي اول نقطه. ثاني نقطة، إذا نحن بدنا نصير نفكر أكثر بالموضوع ونضبط حالنا أكثر فيه، يعني مو بس ناخذ هالدقيقتين، لا أنا بدي أعمل إدارة للغضب. بدي أول شيء أفكر شو المواقف اللي بتزعجني، أو الأشخاص أو الكلمات. هلا حددناهم، نرجع بنقول ليش هي الأمور بتزعجني؟ هلا ممكن يكون كثير إنه في لها آثار سابقة تاريخية بحياتي بالسابق، مو هي هلا مباشره وما لها هالاثر الكبير هلا، موقف عادي بس انا رابطته ذهنيا بموقف قديم سيء صار معي، فبتكون ردات فعلي كبيره أكثر. عليه تمام. فمعناته بدي افكر انا بالموقف، بدي افكر باسبابه اذا كانت مرتبطه بالسابق، بدي افكر انا كيف عم بتصرف لما اكون غاضبه. يعني في عالم مثلا بتتوتر مثلا بتتشنج، عالم بتصير بتحكي بسرعة كتير، عالم بتشنجوا كتافها أو إيديها أو بيطلعوا عيونها أو يعني كتير مظاهر. فنحن أو مثلا بتعمل سلوك عنف حتى مو بس حركات، فبدنا نفكر أنه أنا عم بعمل هاي التصرفات قديه بده يكون شكلي سيء. هي أولا. ثانيا، هي هل هالتصرفات عم بتفيدني بالنتيجة؟ هلأ غالباً لا، لأنه أنا ممكن في نوع من الغضب مارسه هو أفضل أنواع الغضب اللي هو الغضب الحازم، أنا لا بعمل سلوك سيء ولا بعمل كلمات فيها إهانة، أنا مجرد بعبر بنبرة معينة وبشكل حازم وصارم، بعبر وبنبه الشخص اللي مقابلي عن أنه هو تجاوز حد معين. هذا حتى اسمه نوع من الغضب، لكن الحازم هو أفضل الأنواع، بيعرف الآخر على حدودهم وعلى حقوقي وبينبههم لأنه هن ياخذوا يرجعوا خطوة لورا. فإذا نحن بدنا نحدد الموقف ونحدد تصرفاتي فيه ونحدد علاقته بالسابق حتى تقبل الأشخاص لهذا السلوك ممكن يكون موجود هذا التقبل. كيف ممكن الأشخاص يلي أنا بتصرف عن بطريقة غضب أو بطريقة غلط ينفروا مني وأخسر كثير من المحيط الاجتماعي اللي يمكن أنا بحبه وموجود حوالي؟ تمام، هي واحدة من الأمور اللي أنا كمان بدي أفكر فيها، غير أنه شو آثاره
شكلي كيف ممكن يكون ونتائج مانا إيجابية، كمان بدي أفكر أنه النتائج السلبية من المحيط لأن ممكن تسبب لي العزلة لاحقاً إذا أنا كنت على أي موضوع، ممكن يأخذوا فكرة غلط. الصورة الذهنية عن الشخص هي موضوع كتير مهم، لأنه أنا إما بتقبله بعدين بدون أي مواقف أو برفضه حتى بدون ما يعمل موقف لأن صار عندي صورة ذهنية عنه. فإذا بتساعدني على الانخراط والاندماج الاجتماعي أو العزلة، فأنا بلاقي هل أي الأفضل لي، هيك ولا هيك؟ طب إذا أنا بقدر حقق هالموضوع ببساطة بأسلوب آخر ليش ما بعمله؟ فإذا بدنا نعرف بعض الأمور البسيطة، هلأ اللي حكيتهم هي تكنيكات لإدارة الموضوع اللي هي الشيء لنقول مثل واحد قاعد كتير رايق ومتوازن وعم بيفكر بالموضوع. طب مو الكل هيك، والموضوع ما نو سهل، وكل المواضيع تبع التنمية البشرية بحاجة لوقت وتدريب الذات. نعم. طب خلينا دكتورة نحكي كمان، المزاجية أحيانا بتكون متعلقة بالغضب، بيكون تلاقي شخص مزاجي بيكون ما أحلى بعد شوي بتلاقي غضب، بس بطريقة مو أنه لحاله، لا بطريقة ممكن يأذي فيها الآخرين. أكيد. هي المشكلة وخاصة بشهر رمضان بنشوفها، يعني إذا صف سيارته أو صار في عجقة بصير يتضايق وبصير يعيط. هي المشاكل كيف يعني يتخلصوا في منها الأشخاص؟ هل ممكن من خلال شهر تدريب نفسهم على هيك ما بيقولوا انه ضبط النفس او السيطره على الغضب يستمروا لبعدين، ولا لا بيرجع لنفس الطبع؟ هلا اي موضوع بنحتاج نشتغل عليه فهو بده اولا الرغبه. هل الشخص فعلا عنده الرغبه لهالموضوع؟ ثاني شيء بده السعي، يعني يبذل مجهود، لانه هو ممكن يتطور لكن ممكن يتراجع فيه اذا ما استمر. اي موضوع، حتى تعلم اللغه، الرياضه، بناء الاجسام، كله اذا قد ما طورنا حالنا فيه وقفنا عند مرحله معينه بدنا نتراجع. فنفس الشيء اداره الغضب، لذلك هو بده تدريب مستمر ليصير عاده. هلا مو بالضروره انا اتخلص منه بشهر، لكن البرامج اللي عم بتصير برا باوروبا وامريكا هي بتاخذ فترات كثير طويله، لكن ما بتكون ضاغطه على الشخص انه انا بدي منك نتائج مباشره، لا انا بس اشتغل لي على، فكر لي بالمواضيع اللي بتزعجك، خذ اسبوعين تذكر كل شيء، سجلهم على ورقه، كثير مهم نسجل على ورقه لحتى نحن نضلنا نتذكر هذا الموضوع. فبالبدايه بيتبعوا برامج، بعدين بيصير في متابعه، حتى مثل اللي بيعملوا لهم اعاده تاهيل للاشخاص اللي هن بيكونوا ادمان على المخدرات او غيرها، بيعملوا لهم اول فتره كورس كامل، بعدين بتصير مدته متقطعة لكن في استمرارية وفي متابعة. نعم. نفس الشيء إدارة الغضب. تمام. هلا إذا بدنا نحن نقنع الأشخاص قديه مهم نحن الصيام بطريقة صح، بطريقة ما نزعج فيها ونكون مصدر سوء وإساءة للآخرين، فشو هي الخطوات اللي ممكن توجهيها دكتورة لجميع الأشخاص وما ناخذها ذريعة إنه نحن بحالة عطش، بحالة جوع، بحالة إرهاق؟ أولا بدنا نقول شغلة كثير مهمة، إنه هل الغضب، وانطلاقا من هالمقولة يفترض الواحد يكون في قناعة بالموضوع، هل الغضب عم يحقق لي النتيجة اللي بدي اياها انا؟ يعني اذا انا بدي صف سيارتي وكان في اثنين على نفس المكان، هل الغضب بيحقق لي النتيجة؟ اكيد لا. ممكن الكلمة اللطيفة، بالعكس كثير اوقات حدا بس بيعمل ايماءة بايده انه ممكن تسمحي لي فتمرقي قدامك بالسيارة. فقد ايه كثير مهم انه نعرف البدائل، فنفكر بالبدائل لحتى نحن نلاقي الطريقة الألطف والمجدية أكثر. هلأ أكيد ما فينا نتحكم كل الوقت بحالنا وبكل الظروف، لكن دائما خلينا ناخذ دقيقتين، ثانيتين، ثلاثة قبل أي ردة فعل، هي أولا. ثانيا خلينا نتبع نظام يعني لحياتنا، لإدارة الغضب. بيقول جيل لاندلفيلد، بيقول أنه إدارة الغضب تحتاج ثلاث عناصر، اللي هنين اولا تحديد الموضوع والهدف منه، مو بس حدد مشكلتي وين، شو هدفي. تمام، حددت الهدف، بعدها بقول شو المجهود اللي انا لازم ابذله. معناته ما فيني احصل اي نتيجه باي مجال اذا ما بذلت مجهود، سواء كان وقت او جهد عضلي او فكري او ثمن مالي. فاذا انا بدي ادفع مقابل للشيء اللي بدي احصل عليه او غيره. ثالث نقطة، أنا لازم أعرف حقوقي، فهل أنا قديش حجم الغضب اللي
غضبته، هل هو يتناسب مع الموقف؟ تمام. هل حقي اني اغضب او لا؟ فاذا بدي اعرف حقوقي، وبناء على حقوقي برسم خطوات اللي بدي اتبعها، وبحدد انه انا لازم هون اكون اخف حده لانه ما لي حق بالقصه، او مثلي مثل الشخص الاخر، اثنيننا وصلنا سوا مثلا. تمام. فبيعطينا ثلاث نقاط كثير مهمه بتساعدنا لنراجع تفكيرنا انه هل انا لي حق بالموضوع او لا. طب بفرض لي حق جزئي، هل انا بقدر اتعامل بليونه اكثر بالموضوع؟ طب اذا تعاملت بقسوه بحقق النتيجه اللي بدي اياها او لا؟ بهي الطريقه. هلا الموضوع اولا بده تغيير ادراك، تغيير بادراكنا، ادراكنا للموضوع هو اول خطوه. الادراك بياثر على المشاعر، المشاعر بتاثر على السلوك، والسلوك هو عباره عن الغضب اللي هو المرحله المتقدمه منه. فالادراك اول خطوه للموضوع. نعم. نصائحك بتحبي تقدميها لكل العالم اللي حابين يمكن يهذبوا نفسهم او يتخلصوا من عادات سيئه عم بيعانوا منها، وهل اذا اضطر الامر فيهم يختصوا او يستشيروا عفوا تنميه بشريه او طبيب نفسي او علم نفس او اي حدا؟ اول شيء النصيحه الاولى انه نحن قادرين انه نفعل اي شيء. هي اول نقطه. نعم. فأنا وقت أعرف أنه عندي إمكانيات وقدرات، هي بتريحني، وكل العالم عندها هذا المؤهلات. ثاني نقطة أنه أتعرف على الموضوع، نقرأ شوي. لما أعرف استراتيجيات التفكير وأعرف أقرأ أكثر عن التفكير السلبي، بعرف أنه الغضب جزء من التفكير السلبي. فهل أنا بيناسبني يكون تفكيري سلبي ولا لا؟ أكيد. نعم. ما حدا بيحب. ثالث نقطة اللي كتير مهمة، اللي هي سواء كان لإدارة الغضب أو للحياة العامة، أنا دائما بقول عدوا مع الأشخاص الإيجابيين، الناس المتفائلين. نحن أكيد كل العالم مصنفة أصدقاء، ناس متفائلة، ناس بتفهم، بترجع لها وقت بدها نصيحة أو كذا. لكن هذا الشخص اللي هو عقل ومفكر مو بالضرورة يكون هو شخص مرح. فعود مع الأشخاص الإيجابيين، عود مع الأشخاص المتفائلين، هي الحالة بتجنبك. تعدي. تمام. بتعدي وبتجنبنا من موضوع الغضب. تمام. أكيد أكيد. كل الشكر لك دكتورة لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى يكون الصيام عن الأذى وعن كل شيء سلبي بحياتنا وناخده بطريقة إيجابية وبطريقة صح. شكرا لك. شكرا لكم ونهاركم سعيد. نهارك سعيد، وإن شاء الله هيك كمان وقت حلو مع العيلة بشهر رمضان. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك. شكرا لك. اما هلا وصلنا لنهايه حلقتنا وصباحنا لليوم، نتمنى نكون قدمنا لكم الفائده والمتعه مشاهدينا. بنتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي مع العيله والاحباب، واهم شيء الصحه وراحه البال يا رب تكون للجميع. اكيد بنتمنى بكره شوفونا بصباح جديد الساعه 10 صباحا، وبالاعاده احضرونا الساعه 1 بالليل، وعلى روابط الفيسبوك على صفحه صباحنا غير. تضل بألف خير وتضل بألف خير. تبقي بخير زينب، ونهارك حلو يا رب مع العيلة. وأكيد أشكر كل مين تابعنا قدم لنا فكرة أو اقتراح. كل الشكر لمقهى المكتب على الاستضافة. موعدنا بكرة أفكار جديدة وضيوف جداد. تبقوا بخير. باي باي.